ذكرى الثورة، 13 سنة وما زلنا صامدين، 13 سنة ولسه نحن على العهد، وما زلنا إنه رح نسقط بشار الأسد بإذن الله تعالى. إنه لا بد يعني إسقاط بشار الأسد. طبعا هاي المظاهرات لا تكفي، بل نريد فتح الجبهات لنحرر مناطقنا وقرانا الذي هجرنا منها بشار الأسد وزبانيته، ونريد تحرير سوريا بالكامل. أجينا اليوم نجدد العهد، 13 سنة وما زلنا مستمرين حتى نسقط الطاغية بشار الأسد وعوانيته. اليوم جينا بعد 13 سنة لحتى نأكد ونوصل صوتنا لكل الناس انه نحن مستمرين بثورتنا حتى اسقاط هذا النظام المجرم اللي طغى وهجر الناس، اعتقل الاف المعتقلين، وما زال لسه في عنده ناس مغيبين في سجونه. نحن اليوم من هون من ارض عزاز الابيه منطالب بفتح الجبهات وتحرير المناطق وعوده الناس الى بيوتها امنين برحيل الاسد. متواجدين هون بسبب ثورتنا العظيمة والمستمرة رغم كل المأساوات اللي عدينا فيها والانحسارات والحروب، وإن شاء الله ثورتنا مستمرة بنصر أو موت. الشيبة دي اليوم 15 دار، تواجد كل حر كل سائر ضد الأسد بديه يكون ب 15 دار موجود بهاي الساحات، ساحات الحرية. هذا الشعب شعب عطشان الحرية. اليوم أكبر دليل بعد 13 سنة هذا الشعب ما نسى ثورته اللي بيحشى، ما نسى إسقاط النظام، ما نسى لشو طلع ولشو تهجر. عشر سنة قد يظن البعض أن تعبنا وأنهكنا، ولكن العكس تماما. هذه الثورة هي دستور لكل ثورات العالم أجمع. طبعا اليوم جينا لنأكد على تحقيق وأهداف وثوابت الثورة التي خرجنا من أجلها، ألا وهي نيل حريتنا المسلوبة منذ 50 عام، وإلى إخراج المعتقلين، وإلى تحرير الأرض وعودة جميع المهجرين إلى قراهم وإلى بلداتهم.